هاد الصوره سيدي طيحوا البرد ولاني ما مبنيش مزيان ونطلبوا من الناس يتعاونوا. هي كان البرد قوي البارح والبارح ومجهد وطيحوا البرد لان ما مبنيش مزيان، واخا تشوفوا مبني ولاني الخطر كيشكل واحد الخطوره على الناس هنايا وعلى الحرمه ديال القبور هنايا. لا ما كناش نتوقع غيطيح، يبان لنا مبني واقف ومسبوق تنقولوا راه هو هذاك صحيح. يعني كون كان شي حد حداه، يعني كون كان شي حد حداه غيطيح عليه يقتلوا ولا، لان الصيانه ما كايناش. هاد الناس راه يعني ما مبنيش على الصح غير محطوط هكاك راه دفعوا البرد طاح، يقدر يتنبشوا يقدروا. دابا ما كاين لا حمايه لا والو، انت كتشوف كل شيء طايح هنايا. اللي جا غيدخل، اللي جاوا الحيوانات غير الكلاب الضاله واللي جات غتدخل هنا غيتنبش القبور والحلوف. هي كاين الحلوف هنا، كاين الحلوف ضروري هنا، ديما كيجي من هاد الفارم من هنايا تيجي هنايا. شحال من مره شاهدناه هنايا، انت كتشوف لقيتينا غير حنا هنايا، ما كاين لا مسؤولين لا الناس لا جمعيات لا والو، غير هاد الشيء راه محطوط هكا وصافي. سميت هاد البلاصه بالضبط؟ مقبره المزار. البرد اللي طيح، اييه هادشي اللي عرفت انا عرفت البرد اللي طيح. جيتي لقيتيه طاح؟ اييه.